السلام عليكم ورحمة الله. رمضان مبارك مرة أخرى، وأتمنى تكونوا كاملين مزيانين وبخير. دونك راح نكملو على الكور ديالنا، اي جوست ابخي هاد لا بيريود اللي عملنا فيها واحد البوز مع العطلة اللي كانت، ومع دي بروبليم اللي كانوا او نيفو ديالنا حنا باش نقدرو دي بروبليم اللي كانوا غير لي مويان صافي اللي كنسجلوا بيهم وداك الشيء، ولكن سي با غراف، غادي نافونسيو ان شاء الله. مزيان، دونك باش ما نتعطلوش غادي نبداو فين وقفنا في المره اللي فاتت. دونك كنا شفنا لا كونستيتيسيون، شفنا كيفاش كنعملو لا كونستيتيسيون دون اس ا، سي بيان. دونك دابا غادي نمشيو مباشرة ونبداو نهضرو على لي كا بارتيكولي، لي كا بارتيكولي سيتادير لي كا بارتيكولي. دونك نتمنى انكم بعد الامور ديالكم راجعينها مزيان، لان الحاجة هادي ضرورية بزاف. دونك لي كا بارتيكولي اللي كاينين هما، الى بديت انا القسم الاول، لاكسيونير نورمالمون لاكسيونير راه في الاول كيعطي غير بشحال غيكون شارك مع هاد السوسيتي هادي. احنا كنا شنو لي كونديسيون ديال الربح، خصو ينزل في الاول على الاقل، يعني يمكن كتر ولا يمكن كل شيء، يعني ينزل مثلا اللي شارك 100 درهم يقدر يعطينا 100 درهم كامله، يقدر يعطينا النص ديالها، ولكن اللي هي اجباريه هو انه يعطينا الربع الا زاد شي حاجه فهو بغى. مزيان، بالنسبة لي زابور ناتور قلنا كيتليبيغاو كاملين من الديبار، يعني مكاينش فيهم مشكل. دابا حنا ليكزارسيس اللي كنا شفنا في المرة اللي فاتت كان لونتربريز كامل، كانت ديجا 75% تليبيغات في الأول، فلوس 75% الفلوس تنزلو في الأول، بقات 25%. من بعد عملنا لهم أبل، ومرة ديك الأبل هاديك جابولنا هما ديك 25%. مزيان، لي زاكسيونير مزيان. دابا كنتسائل انا معاكم، واش دايما لي زاكسيونير ملي غيعملوا سوسيتي غينزلوا فلوس في الاول؟ هادي اه متفقين عليها. غيبقاو عندهم فلوس اخرين اللي خصهم يجيبوهم من بعد ملي نعملوا لهم عليهم لابيل؟ التساؤل ديالي انا معاكم هنا هو، واش دايما لاكسيونير ملي غادي يرجع عندهم من بعد 6 شهور ولا من بعد عام من لا كونستيتيسيون غتجبر عنده الفلوس باقيين كاينين، او اللي يقدر يكون طاح في شي صعوبه ولا، يعني واش دائما نقول انا لي زاكسيونير جيبوا لي الفلوس نهار 15 في الشهر غيجيبوا لي فلوس كاملين نهار 15 في الشهر؟ الو لا ريبونس اي نو، ماشي بالضروره. ولا يقدر شي واحد ملي كنا كنأسسو سوسيتي، انا معكم كان من سوسيتي ملي كنا كنأسسو كانوا عندي الفلوس، ملي جات 3 شهور مابقاوش عندي الفلوس وانا باقي خصني نعطي مثلا رباع ولا جوج ربوعه ولا ثلاثه مثلا. دونك شارك معكم ب 100 درهم، عطيت 25 درهم في الاول، بقى عندي 75 درهم خصني نزلها. هي كانت عندي ولكن ما بقاتش. اللحظه اللي جات السوسيتي دعم لابيل على الربع الثاني والثالث والرابع جبرتني انا عندي 0 درهم. دونك هنا شنو لو تريتمون كونطابل؟ مزيان. دونك انا بغيت نعطيكم فكره وصافي على ان كا بارتيكولي بارمي 3. دونك شوفوا معايا، لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير دون لي سوسيتي انونيم peut soulever quelques difficultés. Parce qu'il y a des problèmes. Je ne sais pas si c'est le retard et défaillance. Je ne sais pas le retard, je ne sais pas défaillance. Le retard, quand on m'a dit, c'est que Anna, si vous avez dit, j'ai le rebat à l'oul. Je ne sais pas si vous avez dit, j'ai le rebat à l'oul. J'ai dit, sur mon rebat à l'oul, j'ai le rebat à l'oul, j'ai le rebat à l'oul, j'ai le rebat à l'oul. فانا ما عنديش فلوس ديك الساعه، ديك الساعه ما عنديش، ولكن هيكونوا عندي من بعد شويه. دونك كنتعطل، تقولوا لي جيب الفلوس النهار الفلاني، انا ما اجيبهمش في ديك النهار، اجيبهم حتى من بعد. ستادير ان امت الروتر، فكيتسمى او لا كنتسمى انا كاكسيونير كنتسمى اكسيونير روتارداتير. كاين لا ديفايونس، ديفايونس السميه حتى هي عاود كيبان معانا شويه. لاكسيونير ديفايون هو لاكسيونير اللي ما كيقدرش يخلص، ماشي غيتعطل ما يخلصش كاع، يعني شي واحد ما قدرش يخلص يقول لك انا ما عنديش من الاخر، يعني السيد ما قدرش يخلص.
اي كاين واحد اللي هو العكس ديالو ولكن كيبقى حتى هو ان كا بارتيكولير اللي هو لاكسيونير ديليجون او لاكسيونير انتيسيبي. شكون هو لاكسيونير انتيسيبي؟ هذا هو المزيان ديالو مرة. هذا هو السوسيتي كيعجبها لنا لونتيسيبي، يعني اللي كيسبق الاحداث واحد شوية. الو شي واحد اللي كتقول له جيب لي الربع الثاني جاب لك الربع الاولي 25%، هذه كينزلها لك اجباريا اوبليغاتوارمون مينيموم ليغال هذه. الو من بعد كتقول له جيب لي الربع الثاني، شنو كيعمل لك هو؟ كيجيب لك الربع الثاني والثالث مثلا، او لا كيجيب لك الربع الثاني والثالث والرابع. يعني شنو كيعمل هذا الاكسيونير هذا؟ كيجيب لك الزياده، كيجيب لك الزياده. انت كتقول له اعطيتني 25% دابا خصك تعطيني 25% الثانيه، كنعمل لابيل على 25% الثانيه دوزيام كار. وشنو كيجيب لك؟ كيجيب لك الدوزيام كار اللي عملتي عليها لابيل، حتى هنا راه عادي اكسيونير عادي، وكيزيد لك عليه. ملي كيزيد كيرجع اسمه اكسيونير انتيسيبي ولا ديليجون. مزيان، دونك حنا غنشوفو تريتمون كونطابل ديالهم كاملين. فهنا في لي طابلو اللي عمل الاستاذ في الكور هو تريتمون كونطابل، ولكن حنا نخدموها براتيك. دونك شوفوا معايا الارض عليكم هنايا. قبل ما نبدا ليكزيرسيس ما خليش الفرصه تفوت، لان القضيه هذه ما خصنيش ننساها. سي كو ان لابليكاسيون زوم غتبقى كاينه، غير واحد القوسه نشدوها بسرعه. لابليكاسيون زوم غتبقى كاينه، ولكن غتبقى لي كيسيون ريبونس بالنسبه للناس اللي غيتفرجوا الفيديو. ما تبقاش الشرح، ما تكونش كاينه الشرح. لابليكاسيون زوم فيها الشرح؟ لا، لابليكاسيون زوم غتكون غير لي كيسيون ريبونس. نفس لا ميثود اللي عندنا انا والاستاذ زكريا بجوج بينا نفس الشيء. يعني غتشوف الفيديو وغندوزو زوم كيسيون ريبونس. يعني غتشوف فيديو نوتي نوتي، دابا انت كتفرج معايا في هاد لا فيديو نوتي نوتي لي كيسيون اللي عندك كاملين. مي كنمشي زوم كيسيون ريبونس، كيسيون ريبونس كنجاوبو على الاسئله وكنتناقشو على هادشي هذا. ولكن كونديسيون اللي هي ضروريه هي خاصها تكون الفيديو تفرجتي فيها اي ماده. مزيان. Alors, exemple numéro 1. Le 1 janvier N, la société Atlas SA a été constituée au capital de 2 millions, divisé en des actions de 100 dirhams chacune. Capital, je le million. Je consomme des actions, les prix médialum, la valeur nominale médialum, il y a dirhams. Qui m'a كنا ديجا ملي كنا خدمنا في لابليكاسيون زوم في المره اللي فاتت، سي كو ان شفنا بلي الكابيتال يقدر ما يتعطاش كاع. ولكن شنو غيعطيوك؟ كيعطيوك العدد لي زاكسيون والفالور نومينال كضربهم في بعضهم كيعطيوك الكابيتال، لان الكابيتال كيساوي العدد لي زاكسيون في الفالور نومينال. مزيان، دابا انا عرفت الكابيتال شحال هو، خصني نعرف لي زابور كيفاش مقسمين. قالك لي زابور sont constitués comme suit. D'abord, le capital de 2 millions, qui fait ce que c'est un nouveau des apports. Avec 2 millions. Qui les apports en numéraire, les 800,000. On a fait un autre mal, on a mis les cafés. La mise de la collection de terre en construction, mais je ne sais pas si c'est un autre. Il a des apports, le capital a des apports en numéraire. Il y a des choses les apports en nature. Le capital, je ne sais pas. Le capital, je ne sais pas. En numéraire et en nature. دونك يعطيني وحده منهم نقدر نستنتج اخرى بالعمليه الناقص. غنقول 2 مليون زول من 800,000 اللي هاد لي زابور اون نيميغ، شحال قاد لي زابور اون ناتور؟ مليون و200. ولكن يمكننا نحسبوها، يمكننا نحسبوها. مزيان، نحسبوا لي زابور اون ناتور. تيرا 400,000 زائد يعني الا كانت شي حاجه ناقص انا نونسيوني. تيرا زائد كونستريكسيون، يعني 400,000 تيران زائد كونستركسيون. شحال كونستركسيون؟ مليون و200. غير وكان داك مليون و200 شوف شنو يزيد يقول لك عليها. غريفي دان كريدي بونكير د 400,000 درهم، هاديك كونستركسيون مرهون بواحد كريدي بونكير اللي هو 400,000 درهم. يعني الكريدي بونكير شنو خصنا نعملو بالكريدي بونكير؟ راه يعني اون دوا ديدويغ هاديك لو مونطون دو كريدي بونكير. اي الوغ شنو غيكون عندنا؟ 400,000 تيران زائد مليون و200 اللي هي الكونستركسيون. مزيان تندابا، ناقص الكريدي بونكير اللي هو 400,000. شحال غتبقى؟ غتبقى مليون و200 الى حسبتيها.
وهي نفس الحساب اللي قلنا دابا ديال الكابيتال 100 مجد المليون نقص منه 800 الف لي زابون نيميرا تبقى لك مليون و200. حسبها كيما بغيتي، فهمتي بالطريقه الاولى مزيان، حسبتيها بالطريقه الثانيه مزيان، المهم هو انك تحسب. عقلوا على هذه المعلومات، حنا نكملوا مزيان. الوغ شوفوا لكم هذا ليكزيرسيس. L'apport en nature est libéré entièrement à la constitution. انا كناخذ وقتي بزاف انني نشرح ليكزيرسيس، لان بالنسبه لي هذه اهم بارتي، هي انك تفهم ليكزيرسيس مزيان باش في الكوريكسيون ديالو غتجيك الامور سهله مزيان. هاد الكلمه باردون، هاد لا فراز بلوتو، لابور اون ناتور اي ليبيري اونتيرمون، اونتيرمون هي توتالمون، لابور اون ناتور اي ليبيري توتالمون لا اونتيرمون ا لا كونستيتيسيون. قالك ان لي زابور اون ناتور كيتليبيراو في الاول. شفت هاد المعلومه هادي الاستاذ قال ولا ما قالاشي؟ خصك تكون تينا كتعرف، كنا ديجا هضرنا عليها وكنزيد ناكد عليها في كل مره، سي كو ان لي زابور اون ناتور كيتليبيراو في الاول كاملين، ما فيهمش الرباع والنص وهادشي هذا، يعني لا ليبيراسيون بارسيال ما فيهمش، فيهم ليبيراسيون توتال دائما. دونك جاوا في الاول قالك لي زابور اون ناتور ولا لابور اون ناتور اي ليبيري اونتيرمون على كونستيتيسيون، صافي معلومه مزيانه قال لي هو في ليكزيرسيس، ولكن انا خصني نكون كنعرفها هادي بلا ما يقول، هادي ما كتقالش يعني بلا ما يقول، انا خصني نكون كنعرفها انا مزيان. لي زابور نيميرا هادو هادو خصو ضروري يقول لي شحال ليبيغ وشحال. لي زابور نيميرا سون ليبيغ دو كار، ها هي سطر عليها. الوغ لي زابور نيميرا سون ليبيغ دو كار على سوسكريبسيون بار فيرسمون بانكير. دونك شحال ليبيغ في الاول من لي زابور نيميرا؟ الربع، ديك 800 الف اللي كانت لي زابور نيميرا ليبيغا من ربع، شحال بقى ماشي مليبيغي؟ 3 ضربوع 4 ليبيغا، بقاو 3 ضربوع اخرين ماشي ليبيغي، يعني هاد الناس هادو اللي شاركين شحال نزلوا لنا الفلوس؟ الربع من 800 الف درهم. لي زابور ناتور ما عليهم هضره، هادوك يتنزلوا كاملين، ما يمكنش يتقسم التيران وكونستركسيون مزيان. لور دو فيرسمون، انا هنا غادرو دو معايا البلارد عليكم، لان هنا النيفو غيطلع شويه، دونك غتردو معايا البال مزيان. دابا هي المهم انكم تتبعوا مزيان وصافي، الا كان شي سؤال ولا شي حاجه فحنا نتخيطيو. دابا حسن هاد الشرح اللي شرحت انا، حسن هاد النقطه اللي وصلت لها انا، شنو القصه؟ هي ان شي ناس شركوا مع بعضهم. انا ديما كيعجبني ناخذ ليكزيرسيس ديال الكونتات سوسيتي كقصه، كيجي افضل فهموا على انه شي كاريال ماشي شي كاتيوري. ناس شركوا مع بعضهم، راس المال ديالهم جد المليون، صافي راس المال ديالهم جد المليون، هاد راس المال اللي عملوه هما كابيتال جد المليون مقسم. شنو هاد التقسيم اللي مقسم؟ 800 ألف درهم فلوس نيميرار، مليون و200 ابور اون ناتور. هاديك مليون و200 لي زابور اون ناتور كتنزل كاملة في الأول، ما فيها لا قسم على جوج لا على ربوع على تا حاجة، لي زابور اون ناتور كيتليبيغاو الديبار كاملين مزيان. نكمل. الوغ هادوك لي زابور نيميرو اللي بقاو 800 ألف، قلنا لي زاكسيونير يليبيريو المينيموم ليغال. القانون شنو كيقول؟ شنو كيقول القانون؟ كيقول لك ليبيري على الاقل الربع، وما داكشي اللي عملو قالو ليبيريو الربع. كان دابا مزيان، جيسبر انكم ماشيين معايا مزيان. دابا واش الا كانوا مثلا بزاف لي زاكسيونير، قلنا لهم حنا اللي بيغيو ديك الفلوس ديك 800 ألف، عطيونا الربع، كل واحد يعطي الربع بار ديالو باش نجمعو الربع ديك 800 ألف. دابا واش هاد القرار هذا كيمنع شي واحد من ديك لي زاكسيونير انه ما يعطيش غير الربع؟ شي واحد عنده الفلوس موجودين يقول لك غنعطي الربع اللي قلتو وغنزيدكم الربع الثاني وغنزيدكم الربع الثالث وغنزيدكم الربع الرابع، انا نعطي كلشي دابا. وشنو غيتسمى ديك الساعه؟ غيتسمى لاكسيونير انتيسيبي ديليجون، يعني خلص بالمسبق، خلص داك اللي قلنا له اللي هي الربع الاول، وزاد خلص ربع اخرين. حتى شي واحد ما يمنعو هذا، لا نورمال من حقه يعمل هكذا. ف هو الكا اللي قدامنا، دونك تبعوا معايا الهضره عليكم. جا قال لك لوغ دو فيرسمون، انا كنكمل القرايه، لوغ دو فيرسمون 2500 اكسيون اون نيميرير سو تروف اونتيرمون ليبيري. وانا نشرح هادي بشويه، هي سي كو ان
واحد الاكسيونير عنده 2500 اكسيون اسمه اكس، ما عرفناش شنو اسمه، احمد محمد. الو، هاد الاكسيونير عنده 2500 اكسيون، هاد 2500 اكسيون اللي عنده اون نيميرير قال لك انهم في الفيرسمون في الاول سو تروف اونتيرمون ليبيغي، ليبيغاو كاملين، يعني ليبيغا اللي عليه كامل. بحال قول هاد السيداد اللي عنده 2500 سهم، حنا قلنا له راه غير ربع، هو شحال غيعطينا؟ هو ما يعطيناش ربع، هو عطانا كلشي، عطانا كلشي. فيقدر يتسائل شي واحد منكم شحال هي كلشي ديالو، فنحسبوها، حنا نحسبوها من بعد، نحسبوها نوصلو كوريكسيون، نحسبوها. دابا تينا فهم القصة، سيكو أن حنا طلبنا من ليزاكسيونير يجيبو الربع، ولكن هما كاملين جابو الربع من البار ديالهم. اللي عنده 10 دراهم جاب الربع ديالو 2 دراهم ونص، اللي عنده 10 المليون مثلا جاب 2 مليون ونص، اللي عنده 100 درهم جاب 25 درهم، كل واحد اللي عنده شي بار جاب الربع ديالها. من غير واحد، من غير واحد اللي عنده 2500 اكسو قلنا له جيب الربع، شنو جابوه؟ جاب كلش، جاب اللي عليها كامل. صافي، مزيان. دابا هنا من بعد 10 في 1 ان ريغلومون بار شيك بونكير دي فري دو كونستيتيوشن اكري سوغ عادي، هادي نورمال، هادي دايما غتجبروها كل اكزارسيس. سي كو ان نهار 10 في 1 خلصنا لي فري دو كونستيتيوشن 10 درهم اكري سوغ ديالهم عادي. 1 في 5 ان لو كونساي دابا، حتى دابا كان كيتعتبروا لي زاكسيونير شحال لي بيغاو، لي بيغاو الربع من غير داك الاستثناء، داك السيد اللي هو الاستثناء هذاك لي بيغا كلشي. اما العادي العام دي زاكسيونير شحال لي بيغا؟ لي بيغا الربع. يعني دابا من بعد الا جينا نعملو ابل، على بال غنعملو لابيل، غنعملو هنا، هنا تبع معايا القصه، لان يعني القصه كقصه زعما سهله. دابا الا جينا نعملو لابيل نقولو الناس جيبوا الفلوس، على بالنا نعملو لابيل يا اما على الربع الثاني، يا اما على الربع الثاني والثالث، يا اما نقولو لهم جيبوا الربع الثاني والثالث والرابع. هذه امكانيه كاينه، دونك حنا بامكاننا نخدمو نستعملو اي نوع ديال لابيل اللي بغينا كسوسيتي، على حسب شحال محتاجين فلوس. مزيان، ولكن ملي عملنا لابيل مثلا، دابا هنا هنا تشوفوا معايا هاد ليكزومبل، مثلا عملنا لابيل دوزيام كا قلنا الناس جيبوا الربع الثاني، داك السيد اللي جاب كلشي واش نقولوا له جيب الربع الثاني؟ شنو غيجاوبك الا هضرتي معاه؟ غيجاوبك غيقول لك وانا عطيتك كلشي في الاول، ما تجيش تهضر معايا دابا. كتقول له جيب الربع الثاني كيقول لك انا ما عطيتكش غير الثاني، انا عطيتك الثاني والثالث والرابع، عطيتك كلشي. دونك هذيك ما خصكش تهضر معاه، تهضر غير مع الناس اللي كانوا جابوا غير الربع الاول، هما اللي خصهم دابا يجيبوا الربع الثاني. الو، 1 في 5 لو كونسيل دادمينستراسيون ابيل لو دوزيام كار اي اكورد ان ديلي دو 15 جور بور سا ليبيراسيون. 1 في 5 طلبنا لا ليبيراسيون دوزيام كار، لابيل دوزيام كار، وعطيناهم ديلي 15 يوم باش يليبيرا. لي زاكسيونير اون ريبوندو توس ا لابيل اي اون فيرسي لارجون اون كونت بانكير دو لا سوسيتي. قلنا لهم جيبوا داك الربع الثاني، جاوا الربع الثاني في الاجل 15 يوم. لي ستاتو بريفوا un taux d'intérêt de 10% par an pour les versements anticipés. Je ne sais pas la phrase. Je ne sais pas si la phrase. Je ne sais pas la phrase. Je ne sais pas si 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 la علاش؟ لانه وجب لي فلوس قبل وقتهم، يعني الفلوس نقدر نستثمر بهم، نحركهم يجيبوا لي فلوس اخرين، مع العلم انه ما كانش غيجيبوه، ما كانش غيجيبوه مو ماشي مفروضين عليه، مفروض عليه غير ربع. فبما انه جابهم باش كنشجعوا ان الناس يجيبوا الفلوس من سباق يعملوا في حاله، باش نشجعوا الناس يعملوا بحاله. قال لك السوسيتي كتعطيهم واحد طو دانتيغي 10%، كتعطيهم واحد فائده 10% على داك الفلوس اللي جاوا. Les intérêts sur les versements anticipés sont réglés par chèque bancaire le 16 mai. Nahar 16 khamsa, atina lou dik les intérêts, khalasna. Qulna lou hak, hak flous hadou les intérêts, kam mufawaid, kam mukafa'a, en annak katjib le flous, katjib le flous, bimsabak, jibti chi flous msabak. Ma kankafouwa chi l'arba'a l'ouwel, lian a dik kan khsou jibou, ala ma kankafouwa, ala l'arba'a tani ou tsalat l'arba'a. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا معايا ليكزارسيس، لان شرح ليكزارسيس راه مهم بزاف. يلا انا نبدا، احنا نبداو في لا كوريكسيون.
La constitution de Atlas SA au capital ديال 2 مليون ديفيزني 20 على فاكسيون كل اكسيون 100 درهم قيمه ديالها. دونك حنا قلنا الا ضربتي 20000 في 100 عطيك 2 مليون، الا قسمتي 2 مليون على 20000 عطيك 100، والا قسمتي 2 مليون على 100 عطيك 20000. دونك هاد ثلاثه المعلومات اللي في السطر الاولاني الا تعطاو لي غير جوج منهم كافيين. راه كنضرب العدد لي زاكسيون فالون نومينال وانا بالكابيتال ديالي. لي زابور ناتور حسبناهم مليون و200 كما كنا كنشرحو دابا عاد. لي زابور اون نيميرير هما 800000، شحال تليبيغا منهم؟ 25% ايطابلي، اولا كنقولو الي ليبيغي. دونك لي هي ليبيغي 25%. شحال هي 25% ربعة 800000؟ قسم لي 800000 على 4 هي 200000، يعني 200000 هي اللي غتليبيغا في الاول. 200000 صافي، قلنا نجيبو الربع. دابا من هنا صافي في النقطة هادي كتعمل ليكريتور دلا كونستيتيسيون ديالك، كتعمل ليكريتور دلا كونستيتيسيون، كتعمل في الديبي الكونت ديال 11-19 اكسيونير كابيتال سوسكري بعد لا دات لا كونستيتيسيون 1x1 ان. كتعمل الكونت ديال 11-19 اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. شنو كتعمل فيه؟ البارتي نو ابلي، بارتي اللي ماشي ليبيغي من داك الفلوس. ها هما الفلوس شحال هما؟ هما 8، بحال اللي كنقولو دايما هاد الكونت هذا حيت انا كنعاود نشرحو دابا صافي. نورمالمون نتوما ديجا شتوها، شتو الخدمة ديالو كيفاش. الوغ 800000 ها هي، شحال تلي بيغا منها؟ 200000. شحال بقى ما تلي بيغاشي منها؟ شحال اللي ما تلي بيغاشي الفلوس؟ 600000. 800000 تلي بيغات 200، بقات 600 كنعملوها في هاد الكونت الاول. الكونت الثاني 34611 اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير اون نيميرير. هاد الكونت الاولي والثاني كيكملوا بعضهم. الاول كتعمل فيه البارتي اللي ما تلي بيغاتشي، والثاني كتعمل فيه البارتي اللي تلي بيغات. شحال هي البارتي اللي تلي بيغات؟ 200000. ها حنا جمعنا 800000 ما بين الكونت الاول والثاني، ما بين هذا الاول والثاني جمعنا 800000 كيكملوا بعضهم. لي زابور اون نيميرير كيتقسموا على هادو، الاول كيدي لي ماشي لي بيغي والثاني كيدي لي لي بيغي. مزيان. الوغ 34612 كونت لي مورا اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور، كنعمل فيها لي زابور اون ناتور. شحال هما لي زابور اون ناتور؟ مليون و200. وبيان سور الكونت لي كيتكريديتا ديما هو كابيتال سوسيال 1111 اول كونت بلان كونتابل 2 المليون. دابا لي بيلي اللي ما عملهمش الاستاذ في الكوريكسيون ولكن سي با كاف، كنقولوا لا سوسكريبسيون دو كابيتال فهاد ليكريتور هادي الاولية. مزيان. دابا مورا ليكريتور دو لا كونستيتيسيون ديما خصك لي بيغي لي زابور اون ناتور، لي بيغي لي زابور اون ناتور لا دالك. الوغ لي زابور اون ناتور شنو كان كاين فيهم في ليكزارسيس؟ كان تما تيرون، كان تما كونستريكسيون، كان تما كريدي بونكير، ثلاثة د الحاجات. تيران في الدي بي، ها هو التيران في الدي بي قدامكم 23-13 تيران قيمة ديالو 400000. 23-21 كونستريكسيون بالقيمة ديالو مليون و200 ألف، ولكن قلنا أنه في واحد كريدي بونكير ضرب 400000، كان كريدي تو دو كريدي بونكير. شحال هو كريدي بونكير؟ اللي هو 14-81 كريدي على لي زيموبيليزاسيون أون جينيرال كيكون أونبخان، كيكون أ لون تيرم. دونك أنا كشي كنستعمل أونبخان يتسمى كريدي على لي زابور أون ناتور. Alors, 14-81, emprunt auprès des établissements de crédit. 400000 crédit, il y a un crédit, qui est le crédit. Qui est le crédit, 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 qui est le crédit. باقي ما جبرناش اللي كيدير. شنو كنسولديو؟ كنسولديو هاد الكونت هذا، انا سيليكسيوني الكونت اللي خصو يتسولدا هذا، باردون هذا اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون ناسيو، ها هو تسولدا هنايا. دونك كنسولديو الكونت، ها هو تسولدا هنايا لتحت. الوغ مليون و200 كتسمى هاد ليكريتور هادي كتسمى ليبيراسيون دي زابور اون ناسيو، صافي ليبيراسيون دي زابور اون ناسيو. مزيان. انا قلت لكم لي بيلي ديالها. دابا عملتي ليبيراسيون دي زابور اون ناتور، تعطيني دابا ليبيراسيون دي زابور اون نيميرير. ليبيراسيون دي زابور اون نيميرير. الوغ ليبيراسيون دي زابور اون نيميرير هي هادي ميم دات. دايما كونتا سوسيتي مادام تعطالك شي دات جديد كتبقى كتخدم بنفس لا دات اللي عندك قبل، حتى تعطالك دات جديد عاد كيتبدل لا دات. مزيان. ودابا هنا ركزوا معايا مزيان، الله يرضى عليكم، وخصني ورقة وستيلو قدامكم وكالكولاتريس. خصني ورقة وستيلو وكالكولاتريس قدامكم.
Sinon, وقفوا الفيديو ووقفوا ستيلو كالكولاتريس باش تفهموا مزيان هادشي. مزيان الوغ دابا نشبرو لي زابور اون نيميرار. لي زابور اون نيميرار تشبرهم عند الناس شحال تشبر من عندهم؟ ربع. كل شي غيعطي الربع الا واحد الشخص ما غيعطيش الربع، غيعطي الربع الاول والثاني والثالث والرابع، غيعطي فلوسو كاملين. دونك حنا من المفترض شحال كنا نشبروا لو كانت الامور مشات عاديه، لو كان ما كاينش هاد السيد لي هو اكسيونير اونتيسيبي، كنا نشبروا الربع. شحال هو الربع ضد 800,000؟ 290,000 صافي. كنا كيفاش كانت غتكون هاد ليكريتور اللي قدامكم دابا؟ كانت غتكون بونك في الديبي واسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير في كريدي، وجوج بيهم فيهم 200,000 200,000 صافي. ها كيفاش كانت تكون الامور نورمال؟ ولكن دابا كاين واحد لاكسيونير اللي جا فلوس زايده، فبما ان جات فلوس زايده فالبنكه واش غتدخل لها 200,000؟ لا، تكونوا متفقين معايا كاملين انها ما تدخلش 200,000، غتدخل اقل ولا اكثر. اكثر لان السيد جاب الربع ديالو معاه مع الناس وجاب السياده وجاب زياده. انا شنو اللي كيهمني؟ انا ما كيهمنيش الربع ديالو اللي جاب مع الناس، هذاك داخل في 200,000. انا اللي كيهمني هي الزياده اللي جاب، شحال جاب زياده، شحال جاب زياده. فين سقسيتكم دابا هاد السيد هذا اكسيونير اكس اونتيسيبي ولا ديليجون، شحال الفلوس جاب زايدين؟ فهنا نوقف السيلو ديالك قدامك وحسب. كتكتب لاكسيونير اكس اسمه صافي، او كيجي مع المرسم اسمه. الوغ شحال عنده دي زاكسيون هاد لاكسيونير هذا؟ كنت شفتو معايا انه عنده، عندي غنرجع لها ما فيها بس. ها هي شحال عنده دي زاكسيون؟ عنده 2500 اكسيون صافي. شحال كيسوى كل اكسيون؟ شحال الثمن كل سهم؟ ها هي شحال الثمن كل سهم؟ 100. ها هي قدامكم. الوغ انا رجعتكم هنا اكسبري انكم تشوفوا هاد المعلومات هادو. يالوغ السيد جابنا زياده، قلت انا ما كيهمنيش الربع الاول ديالو، لان يعني الربع الاول مفروض عليه يجيبو. الحاجه اللي هو جابها بخاطرو زايده هي الربع الثاني والثالث والرابع. مزيان كتب في الورقه. الوغ كتكتب العدد لي زاكسيون اللي عنده، شحال هو العدد لي زاكسيون اللي عنده؟ 2500 مضروبة في الفالور نومينا، شحال كيسوى كل اكسون؟ كتب شحال كيسوى كل اكسون. 100 درهم. إذا ضربتي 2500 في 100 درهم، 2500 في 100 درهم غادي يعطيك، 2500 في 100 درهم غادي يعطيك 250,000 صافي. 250,000 هذا هو شحال الخارج لاخر. شنو هاد 250,000؟ العدد لي زاكسيون ديالو القيمة ديالو. يعني هادي هي شحال شارك هو معانا في هاد السوسيتي، هادي شحال شاركت سيد في هاد السوسيتي؟ شارك 2500 اكسيون مضروبة في 100 درهم، هي 250,000. عطيني عقلك دابا هنا سيكو ان هاد السيد واش الا هو شارك معانا ب 250,000؟ ملي كنسقسيك انا وكنقول لك شحال جاب لنا الفلوس زايدين، شحال الزيادة جاب، واش هتقولوا لي 250,000؟ لا، لان الربع الاول مفروض عليه يجيبه. ركز لي على هذه المعلومه، الربع الاول هو ضروري خصو يجيبه. شنو الحاجه اللي هو جابها زايده؟ الربع الثاني والثالث والرابع. اذا هو جاب الربع الاول والثاني والثالث والرابع، يعني جاب اربع ربوع ديالو، جاب كل شيء، يعني جاب ديك 250,000 كامله. ولكن شنو هي البارتي منا اللي جابها هو بخاطره زايده، وشنو هي البارتي اللي غنفرض عليه يجيبها؟ اللي مفروض عليه يجيبها هي الربع، واللي جابه هو من عنده هو بغى يجيبها زايده هي 3 ربوع، الربع الثاني والثالث والرابع. اذا انا ديك 250,000 يا بغيت نحسب شي حاجه بواد زياده، فاش خصني نزيد نضرب 250,000؟ خصني نزيد نضرب 250,000 في 3 على 4. شنو معنى زعما ضربتها في 3 على 4؟ يعني حسبت الربع الثاني والثالث والرابع، ما حسبتهاش كامله. يعني علاش زودت واحد الربع؟ ضربت 3 على 4 يعني ديت 3 ربوع، حسبت زودت واحد الربع، لان واحد الربع مفروض عليه يجيبه، انا عطينيش حاجه هو بخاطرو زايد. مزيان دونك الا ضربتيها في 3 على 4 غتعطيك هاد العدد اللي عندكم في ليكريتور، لان الاستاذ ما عملش جوستيفيكاسيون هنا كنظن. الوغ 187 و500. دونك شنو كدعمل؟ كدعمل بنك في الدي بي
كونت بنك، كنعمل اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير، كتسولده لان هذا ديجا كان كاين في الدي بي الفوق، كنعملو في الدي بي، كيكون في الدي بي باردون، كتسولد ان كريدي ب 200000 ديالو، هذا كيتسولد ب 200000 ديالو، كتزيد لي لارد عليك هاد الكونت هذا اوتر كونت، هذا اوتر كونت داسوسي كريديتور، هذا شنو كتكتب فيه؟ كتكتب فيها الزياده اللي حسبت معاكم غير دابا، اللي حسبنا مع بعضنا غير دابا كتكتبها فيه، والمجموع ديال 200000 و187500 كتعملو في بنك في الدي بي صافي. فحتقول ان هاد السيد هذا كتعمل الزياده اللي جا كتعملها في الكونت ديال 44 68 اللي هو اوتر كونت داسوسي كريديتور. مزيان واضح حتى دابا؟ واخا كتسمى هذه ليبراسيون دي زابور او نيميرير، كتبوها معاها ملي تكونوا كتنقلوا ليبراسيون دي زابور او نيميرير افيك لا ليبراسيون دو لاكسيونير انتيسيبي. مزيان حتى دابا عقل لي على هذا الكونت هذا اللي رد عليك، عقل على هذا الكونت هو شحال فات الفلوس هذا الكونت هذا 187 و500، شنو كتمثل 187 و500؟ كتمثل 3 ضربوا على اللي جابهم زايدين داك السيد، وقال عليها لان باقي نحتاجوها. انا نقدر نقول لكم ان نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد البارتي هادي. الوغ هاد الكونت هذا بعد الحاجه اللي قبل سي كو ان هاد لاكسيون هذا انتيسيبي، حتقول الكا ديالو هو لو كا اللي هو كومبليكي واحد شويه من بين لي كا اللي كاينين، ولكن واخا هكداك راه مفهوم زعما ساهل ماشي صعيب. مزيان انا باردون اسمحوا لي شديت غير واحد الشارج مصداع. نكمل دونك. قلت هنا هاد الكونت هذا عملناه في كريدي وعملنا فيه 187 و500 اللي هي كتعبر على 3 ضرب عالي جابتك السيد المسبق. واخا دابا جا الوقت اننا نخلصو لي فري دو كونستيتيسيون شرف واحد، كنعملو لي كريتور. انا ماشي بالترتيب، ترتيب ليكزارسيس. الوغ فري دو كونستيتيسيون في الدي في كنكريديتيو معاها بنك صافي، فري دو كونستيتيسيون في الدي في كنكريديتيو معاها بنك، خلصتي لي فري دو كونستيتيسيون 10000 درهم كيما جاولنا في لافراز في ليكزارسيس. دونك في ليكزارسيس قالك فري دو كونستيتيسيون 10000 درهم، كتعمل هاد ليكريتور ديالها، هادي بعدا ليكريتور كتعاود في اي اكزارسيس كيما بغا يكون. دابا شنو غيوقع؟ دابا موراها مباشرة جاو قالوا لك ان هاد السوسيتي هادي غتعمل لابيل دوزيام كار، غتعمل لابيل دوزيام كار. انا نقول لك انت هاد السوسيتي هادي غتعمل لابيل دوزيام كار، فهي غتعمل لابيل ديالها عادية، ولكن كيما قلت لكم قبيلة راه هي عملت لابيل، ولكن واش كل شيء زاكسيونير مطلوب منهم يجيبوا الربع الثاني؟ لا، راه كاين واحد السيد جاب اللي عليه كامل، ما تقولوش يجيب شي حاجه دابا، نقول له جيب 3 درهم. مزيان اول نعملوا لابيل ديالنا 1 في 5 لابيل. الا جانا شفنا لابيل، ركزوا معايا ما باقيش بزاف، الا جانا شفنا لابيل ها هي فين هي 1 في 5 هاد لادات هادي. قال لك لو كونساي دادمينستراسيون ابيل لا دوزيام كار et accorde un délai de 15 jours pour sa libération. يعني عطاهم واحد الديلي 15 يوم، يعني لابيل نهار 1 في 5 والليبراسيون ديالها 15 في 5 ولا 16 في 5 بحال. مزيان انا نمشيو ونشوفو شنو كاين هنا. الو 1 في 5 عملنا لابيل، ها لي كريتور ديال لابيل، مي سمع لابيل ها لي كريتور ديالها، هي اللي كاين نهار 1 في 5 34 62 11 19 اكسيونير كابيتال سوسكري ابيلي نون فيرسي مع اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. هادو هما لي كونت اللي كنستعملو حنا في لابيل، واللي بيلي ديالها كنكتبو فيها ابيل ديالاش لو دوزيام كار. مزيان دابا ملي كتقول فينا لابيل دوزيام كار ربع تاني، شحال هو ربع تاني؟ شحال كيساوي؟ هنا ما خصكمش تدخلوا، لان بزاف الناس كيدخلوا في هادي، ولكن هي ماشي زعما بديك الصعوبه. ملي كتقولتي هنا دوزيام كار صافي، حيت هو الدوزيام كار ندخ فيه، لا الربوع، هادو الربوع هادي بحال شي بارتي خبزه وقسمتيها على 4، راه الربوع كيفاش كيكونوا؟ مادام الاولاني تسمى ربع ان كار والثاني تسمى ان كار، وراه قد بعضهم، فاذن الا كان الربع الاولاني 200000 الربع الثاني تا هو 200000 والثالث 200000 والرابع 200000،
خصك ما تدخش من يقول لك انا الربع الاولي والثاني والثالث والرابع، عرفتي شنو كنقصد هنا؟ انك اللي كتقول له الربع الاول كيقول لك 200000، كتقول له الربع الثاني كيدخ حيت بدلتي له الترتيب، اما هو باقي ربع، هذاك حتى هو انكار، غير هو ثاني، غير هو الثاني زعما هو اللي في الترتيب الثاني وصافي. هذه هي الفكره، لانك اللي كيدخ كتقول له الربع الثاني كيقول لك بلاتي الربع الاولاني 200000 زيد عليه الثاني 200000 هي 400000. لا، الربع الاولاني راه كيساوي، انا عندي 4 دراهم في الجيم، شحال هو الربع ديالها؟ درهم. ها قدي درهم، هز درهم داه، ازيدك الربع الثاني شحال نزيدك؟ 2 دراهم. درهم الربع الثاني قدو قد الربع الاولاني، نزيدك عاود الربع الثالث درهم، والربع الرابع درهم، الاربعه قد بعضهم. مزيان، هذه الكريتور ديال ليبراسيون، من هذه الكريتور ديال ليبراسيون باردون لابيل، 1 في 5 لابيل في الليبيلي ديالها لابيل. دابا جي لي ليبراسيون، و الى فهمتو لي هادي الله يجعل شي بركه، الى فهمتو هادي هذا هو كلشي، هذا هو لوبجيكتيف. دونك كاين واحد الغلط بسيط صراحه، ولكن ماشي مشكل، حيت قال لك ليبراسيون، قال لك لابين نهار 1 في 5، والليبراسيون غتكون 15 يوم من بعد، هو عملها الاستاذ في 1 في 5، يمشي 1 في 5، خاصها تكون 15 في 5 ولا 16 في 5. الو 15 في 5 ما فيها بس غلط ولا دات وصافي. دابا هنا ركز معايا، ماشي صعيبة، ملي كتكون عندنا لابيل، هيا دازت لابيل نهار 1 في 5، جينا نعملو ليبيغاسيون، ليبيغاسيون كتكون ساهلة. شنو كنعملو؟ كنعملو بونك، كنعملو بونك في الديبي، و كنسولديو هاد الكونت هدا اكسيونير كابيتال سوسكري ابيلي نون فيرسي، مش من المونطون، بالمونطون لي في لابيل 200000. ولكن دابا شنو هو ليكسيبسيون لي كاين في هاد ليكزارسيس هدا؟ ليكسيبسيون لي في هاد ليكزارسيس هدا هي انك واخا عملتي لابيل على 200000، قلتيلي الناس جيبو الربع التاني، جاوبوك مع بعضيتهم كاملين، قالوا لك شحال هو هاد الربع التاني مع بعضنا، شحال خصنا نجمعو؟ قلتيلهم خصكم مع بعضكم تجمعو 200000، كلشي غيمشي يجيب الفلوس اللي عليه، مشي يجمعو ديك 200000، الا واحد راه على يدو يقول لك اسمح لي، قول له هدر، يقول لك اسمح لي انا ما نعطيك والو دابا، تقول له علاش مالك؟ يقول لك لان انا في الاول عطيتك كلشي، اذا انا ما نعطيكش دابا. اذا كخلاصه ان كل شيء غيجيب الربع الثاني ديالو الا هاد السيد هذا اللي هو لاكسيون اونتيسيبي. يعني واخا عملت انا لابيل على 200000، واش غتوصل لي 200000؟ لا، غتوصل لي 200000 ناقصه ولا زايده؟ ناقصه. علاش؟ لان غير قبيله كنا كنليبيغيو 200000، واللي بيغينا 200000 زايده، زيدنا عليها 3 ضرب 4 هاد السيد هذا. يا الوغ هاد السيد هذا دابا ما غيجيبش الفلوس، ما غيجيبش الفلوس، هاد السيد هذا دابا ما غيجيبش الفلوس. اقول لك انا شتي الربع الثاني ديالي قلت لك في الاول غادي نجي نعطيك فلوس، اذا انا ما غادوصلش 200000، غادوصل 200000 كيفاش عملنا؟ ناقصه، ناقصه شويه، شحال ناقصه؟ هذا هو اللي غادي نركزوا معايا فيه. دونك شنو كنعمل؟ كنعمل بونك في الدي بي، واخا شي واحده واحده، كنعمل اكسيون كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي. هاد الكونت هذا اللي كنهضر عليه انا، هذا كيتصول من لابيل كيما هو، هو كيكون في الديبي د لابيل، ها هو في الديبي د لابيل كيتصول هنايا في الكريدي، الكريدي تاع هاد الكونت هذا كيما هو ب 200000. دابا واش بونك تدخل ل 200000؟ لا، بونك ما تدخلش 200000، تدخل 200000 ناقصه، ناقصه، لان كاين واحد السيد ما يخلصش يقول لك انا خلصت قبل، راه هادي واحد شهر ولا شهرين ملي كنتي كدلي بيه غير الربع الاول، عطيتك انا الربع الاول والثاني والثالث والرابع، دونك ما تجيش تهضر معايا دابا. مزيان، ولكن شحال عطانا؟ ودابا هنا التركيز، التركيز الله يرضى عليكم، تركزوا اي بارتي ما فهمتيها شي رجع الفيديو شويه. دونك دابا هنا رد البال، هاد السيد هذا ملي عطاك الزياده شحال عطاك؟ عطاك الثاني الربع الثاني والثالث والرابع، ياك؟ هنا على بان عملتي لابيل، هنا عملتي لابيل على الربع الثاني، اذا شوف شنو كنعمل، شوفوا معايا الله يرضى عليكم، انصغر هادشي شويه، شوفوا معايا خليكم متبعين. شفتوا هاد الكونت هذا؟ هاد الكونت هذا هو اللي عملنا في هادوك 3 ضرب 4 اللي جاب زايدين، اللي عقلتو شرحنا غير دابا عاد حسبناها مع بعضنا، 187 و500، 187 و500 كتعبر على ايش؟ كتعبر على 3 ضرب 4، شكون هما 3 ضرب 4؟ الثاني والثالث والرابع. الوغ هنا
واحد وخمسة على من عملت لابيل انا، واش على الثاني والثالث والرابع مع بعضهم؟ لا انا عملت لابيل على الرابع الثاني. اذا هذا الكونت هذا، شنو هذا الكونت هذا؟ اوتر كونت داسوسي كريديتور كي تسولدا هنايا، ها هو تسولدا. ولكن الملاحظة اللي غتلاحظوا انه هو شحال في الفلوس الفوق، فيه 187 و500 الربع الثاني والثالث والرابع، وانا هنايا شحال سولديت منه؟ سولديت غير 62 و500. الوغ شنو التناقض هذا اللي كنشوفو قدامنا؟ كيفاش الكونت فيه 187 و500 اللي هي الربع الثاني والثالث والرابع، دابا كنسولدي واحنا في لابيل ديال الدوزيام كار سولدينا منه غير شويه؟ دونك شوف شنو كتسولدي، كتسولدي على الحدود لابيل ديالك. لابيل ديالك جات ديال الدوزيام كار، ومشيت شفت لي هاد السيد هذا شحال هو الدوزيام كار ديالو، كنمشي تشوف الدوزيام كار ديال السيد شحال كتساوي، شحال كتساوي الربع الثاني ديال السيد هذا. الا بغينا نحسبوها من الديبار، بغينا نحسبوها من الديبار، نعطيكم جوج طرق كيفاش تحسبوا. قلنا عملنا لابيل على الربع الثاني، ف كنعمل بونك هنايا في الدي بي، كنعمل اسوسي كابيتال سوسكي ابيلي نون فيرسي، كنعمل هنايا بالمونطون دو لابيل اللي هو 200000، كيبقى كنعمل هاد الكونت هذا اوتر كونت داسوسي كريديتور اللي وصل لينا من فوق. هاد الكونت هذا خصك تعمل فيه غير البارتي اللي عملت عليها لابيل. شحال هي البارتي اللي عملت عليها لابيل؟ هي ربع تاني. الو يعني ربع، كيبقى ربع، يعني ما تدخلش في ديك التاني والثالث. الو حنا عملنا لابيل على الدوزيام كار، ولكن راه كان كار هادي اللي مهمه بالنسبه لي. دونك خصني نمشي نحسب شحال هو الربع التاني بالنسبه للسيد. كاين جوج طرق كيفاش تحسب. كاين الطريقه الاولى، الا فكرتوا معايا، هاد 187500 عبارة عن شنو؟ عبارة على الربع الثاني والثالث والرابع، فيها ثلاثة الربوع. إذا كانت هي فيها ثلاثة الربوع وحنا بغينا نخرجو منها غير واحد منهم، يعني 187500 مكونة من ثلاثة لي مونطون قد قد، الربع الثاني والثالث والرابع، ثلاثة لي مونطون قد قد. حنا بغينا نخرجو ديك المونطون، شحال هو ديك المونطون لي قد قد؟ نشبرو غير 187500 ونقسمو على ثلاثة. قسمنا على ثلاثة غتعطينا ديك ثلاثة الربوع اللي محشيين في وسطها، ثلاثة لي مونطون قد قد، الربع الثاني والثالث والرابع هما اللي محشيين في 187500، كتجي 62 و500. كاين شي واحد يقول لي استاذ انا ما فهمتش هادي، غنقول له جبد الورقة والستيلو كالكولاتريس. الوغ شنو غيعمل؟ غيشبر العدد لي زاكسيون دات السيد شحال هو؟ 2500، ياك سهلة 2500. شحال قيمة السعر؟ 100 درهم. ضرب 2500 في 100 درهم كتعطي 250000. 250000 هي بشحال شركة سيد معانا؟ أنا بغيت نعرف الربع شحال هو. إلا بغيتي تعرف الربع فاش كضرب؟ شنو البورسونتاج؟ 25%. ضرب لي في 25% غتعطيك 62500. صافي. دونك كتنزل 62500 هنايا، كتنزل 200000 كتسولديها في الكونت أكسيونير كابيتال سوسكري أبولي نون فيرسي، أو بونك كتعمل فيها 137500 اللي هي شنو هي؟ هي الفرق اللي كاين ما بين 200000 و 62500. 200000 ناقص منها 62500 كتبقى لك 137500، وهذا الشيء كامل خصو يكون في لي بالي كوم جوستيفيكاسيون ضروري. باغدو دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادي، احنا ما جينا عاود نزيدو شويه. دابا لي بالي ديالها كنكتبو فيه ليبيغاسيون دو لا دوزيام كار، صن 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 يعني بلا بلا l'actionnaire anticipé sans actionnaire anticipé ولا sans la part de l'actionnaire anticipé. دابا شنو بقى؟ قال لك ان هاد السيد هذا ملي كيجيب فلوس زايدين، شي واحد ملي كيجيب فلوس زايدين كنعطيو له عليه، كنعطيو له عليهم، كنعطيو له عليهم دي زانتيغي 10%، كنكافئوه. دابا حنا فيه كنكافئوه، كنكافئوه ملي كيجيب فلوس زايدين. حتى دابا شنو هما الفلوس اللي كيتعتبروا زايدين؟ ماشي الربع الثاني والثالث والرابع كيتعتبروا زايدين من الديبار، لا، حتى كيوصل لنقطة ليبيغاسيون ديالهم عاد كنكافئوا عليهم. سيتادير هذا شرح اخر اللي بديت انا دابا، غير اسمع، انا عارف ان لاكسيونير ديليجون شويه مشاكك، ولكن واخا هكداك غنفهموها ان شاء الله مزيان. دونك ردوا البال، هذا شرح اخر لي زانتيغي بوحدو، قوس فتحته بوحدو. فين كتعطي السيد لانتيغي حتى كتليبي غا ديك بارتي؟ شنو جاب هو بالمسبق؟ جاب الربع الثاني والثالث والرابع، ما كنعطيلوش لي زانتيغي ديك الساعه، لان نتوما كتعرفوا البرانسيب ديال لي زانتيغي كتحسب لها واحد المده. فشنو هي المده اللي غنعمل له انا؟ المده باقا ما كايناش،
جبت الربع الثاني الثالث الرابع صبار بلاتي، النهار اللي كان ليه غير الربع الثاني كنعطيك لي زانتيغي على الربع الثاني، النهار اللي كان ليه غير الربع الثالث كنعطيك لي زانتيغي على الربع الثالث، النهار اللي كان ليه غير الربع الرابع كنعطيك لي زانتيغي على الربع الرابع. صافي دابا شنو اللي باغينا حنايا؟ شنو هي اللي باغا قدامكم؟ ربع ثاني، عطيني السيد لانتيغي على ربع ثاني، شنو غادي نعمل؟ ورقة وسيو قدامك وكالكيلاتريس، شنو غادي ما عرفتش واش الاستاذ عامل لي جوستيفيكاسيون لا ما عملهمش. الوغ نتوما خصكم تعملوهم، ما عملهمش راه يضرب لك على الكريتور. الوغ جيب الورقة وسيو كالكيلاتريس، قاعدة دي زانتيغي، كتشبر ديك البارتي اللي جابها هو مسبق، شكون هي البارتي اللي باغا تحسن دابا من داك الشيء كامل؟ هي 62 و500، كتب لي 62 و500 لي زانتيغي كيساوي شنو كيساوي؟ تيقال 62 و500 مضروبة في الطول د انتيغي عطاوها لي في ليكزارسيس هو 10%، 62 و500 في 10%، كيبقى خصك تضرب في واحد العدد النهورة، يعني تشوف شنو هاد من دابا من 62 و500 مضروبة في 10% مضروبة في واحد العدد النهورة، لا العدد النهار كاينين في العام اللي هما 360 أو 365. دايما كان عندنا نقاش حول ما ستفقي على القضية هذه، سيكو أن كل مرة شنو كامل، مرة 360 مرة 365، شوز اللي كانت مهم قابلة للنقاش ولكن ماشي مشكل. إذا انت اون فان كونت هو كيحسبو رأيتكم قاعدة صحيحة صافي، راه كيحسبو صحيحين، لأن إذا كان الفرق في خمس أيام ولا هادي متأثرش بزاف. واخا ما علينا، دابا هنا ردوا معايا البلا رد عليكم، هي حاجة واحدة إذا كنتو كتحسبو النهورة، حسبو إلا حسبتو النهورة الشهور حسبتوهم بواحد وتلاتين ديالهم بلي ناقص ناقص ولي زايد زايد قسم لها 365، وإلا حسبتي الشهور كاملين تلاتين 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 قسم لها 360. دابا قلنا 62500 مضروبة في 10% مضروبة في واحد العدد نهور على 365 ولا 360، حنا غنديو الشهور على أنهم كاملين تلاتين غنقسموها 360، ماشي مشكل. دابا هنا كيبقاو شنو السؤال اللي باقي، شنو هو العدد النهور اللي كندي؟ العدد النهور اللي كدي، رد معايا البال، ها هو العدد النهور. ساهل الا كنتي خرجتي ليكزارسيس صحيح، ساهل بزاف. شنو هاد الكونت هذا؟ هاد الكونت هذا اوتر كونت داسوسي كريديت، دخلنا هنا كريدي وجينا هنا صلدينا، جينا لتحت صلدينا، تصلد هنا تصلد هنا، ياك متبعين معايا؟ الوغ ها هو هنايا اوتر كونت داسوسي كريديت، دخلنا كريدي وهنا صلدينا من 62500. هل هالنهار كيفاش كيتحسبوا ما بين لا ضد هاد ليكريتور اللي بان فيها اول مره هاد الكونت ولا ضد ليكريتور اللي تصلدا فيها؟ بيناتهم كتشوف شحال كاين. الوغ ليكريتور الاولى شنو هي لا ضد ديالها؟ رجع نفتحوا على لا ضد ديالها، نرجع نفتحوا على لا ضد ديالها، لا ضد ديالها هو اول ضد واحد في واحد ان، حسب لي من واحد في واحد ان حتى لين حتى تصلدا الكونت، فيها تصلدا الكونت حتى 15 في 5، لان هاد لاطات هادي كنا هضرنا عليها على انها غلطه 15 في 5، وحسبوا لي الارض عليكم من الاول العام حتى 15 في 5. انا 30 30 شهر جوج هي 60، 30 قلنا كل شهر نحسبوا انا 30، بغيت تحسبوهم بالزياده والنقص ديالهم ما تقسموش على 360 قسموها 365. قلنا 30 الاولى شهر جونفي، فيفري 30 هي 60، مارس 30 هي 90، افريل 30 هي 120، وماي شحال دينا من ماي 15 يوم هي 135 نهار. اذا شنو هي القاعده ديالنا؟ قاعده دي زانتيغي هي 62500، هادي 62500 في 10% في 135 العدد النهار على 360، لان حسبنا الشهور كاملين 30 30 30، كتعطيك لانتيغي اللي غنزل هنايا، كتعمل الكونت انتيغي دي زون بخان اي دي 63 11 مع بنك كريدي، وحنا سالينا الشرح دا هادشي هذا. كيبقى واحد الحاجة كتكتب لتحت لي زانتيغي دي فيرسمون انتيسيبي في لي بيلي، كيبقى واحد الحاجة، واش هاد ليكزارسيس تسالا؟ لا هذا ما تسالاش، هاد ليكزارسيس هذا ما تسالاش، هذا هو الترافاي اللي غادي نعملو لي نتوما باش نشوفو معاكم ابخي. واش تسالا هاد ليكزارسيس؟ لا ليكزارسيس هذا اكزومبل كيشرح بالاستاذ، لان هادو سو سون دي زيكزومبل، ها هما اكزومبل 1 2 3. الوغ الاستاذ كيشرح به، شنو باقي؟ باقي لابيل ديال، حنا الا عملنا لابيل دوزيام واللي فيغاسيون دوزيام عطينا لانتيغي، شنو باقي؟
باقي هاد لي زاكسيونير خصنا نقولو لهم جيبوا التخوازيام كار ويجيبوا التخوازيام كار، ونقولوا لهم جيبوا الكاتريام كار ويجيبوا الكاتريام كار، وفي كل مره خصنا نعطيو لانتيغين ديك السيد ونعملوا نفس التريتمون اللي قدامكم دابا. شنو كيبان لكم دابا في الفيديو قدامكم؟ ثلاثه لي زيكريتور، الاولى د لابي، الثانيه د ليبيراسيون، الثالثه د لي زانتيغي. شحال غتعاود المرات هادي؟ غتعاود المرات في الربع الثالث والرابع. حنا لا عملناها دابا في الربع الثاني، باقي السوسيتي غتقول لهم جيبوا الربع الثالث وباقي غتقول لهم جيبوا الربع الرابع. ف احسن هنا مزيان في الطرافاي اللي غنطلب منكم انا واللي غنناقشوها ملي نكونوا في الحصه زوم ان شاء الله، غنهضروا عليها اورالمون. هو غادي تخدموا، غادي تعاودوا هاد ليكزيرسيس بالخدمه، تعاودوا تفهموها في الفيديو دابا وتعاودوها بالخدمه. شوز انديسبونسابل، ضروري خصها تكون هادي. ما علينا، شنو غتزيدوا اخر؟ اللي غتزيدوا هو انها تكملوا ليلة ليكزيرسيس لي دات، عملوهم من راسكم مي تجيو تكملوا. غتكملوا ليلة ليكزيرسيس بجوج سيناريوهات. السيناريو الاول ان السوسيتي غادي تعمل لابيل على التخوزيام كار، ومن بعد غادي تعمل لابيل على كاتريام كار، يعني غادي تعيط على الربعه اللي باقيين تخوزيام وكاتريام فارقين. هادي كنظن ساهله لانها تكون بحال هادشي، هذا فوتوكوبي يتعاود جوج مرات اخرين. السيناريو الثاني اللي غتخرجوا به حتى هو انكم غتكملوا على ليكزيرسيس، ولكن السيناريو شنو غيكون؟ هو ان السوسيتي غادي تعمل لابيل على الربع الثالث والرابع مع بعضهم. غتقول للناس ما تقولهمش يجيبوا الربع الثالث، غتقول لهم جيبوا الثالث والرابع مع بعضهم، يعني يجيبوا جوج ربعة اللي باقيين، يعني النص قال جوج ربعة هما النص وباقيين جوج، النص اللي باقي لابيل ديالو مع بعض. خدموا لي تاع السيناريو هذا. دونك هنا غنوقف باش ما نكثرش عليكم، باش نوجد لكم عاود فيديو اخر لاكسيونير دي فايون. دونك غتشوفوا هاد لا فيديو هادي وغادعملوا اللي طلبت منكم ونفهموها ونناقشوها في زوم، ونمشيو لكا بارتيكولي اخر لان نرجع نقط نهار الامتحان كيكونوا في هذا الشيء اللي كنقراو دابا حنا. مزيان، دونك غنوقف غير هنا ان شاء الله في المره اللي جا، وغادي نعلمكم في الجروب على لابليكاسيون زوم فيها غنعملو ريونيون ديالنا ولا سيونس ديالنا فيها. دونك بالسلام عليكم وبالصحه في الطور ديالكم.